السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ جميلة. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض مثلجة بالحليب المركز غير المحلى وبأوريو. هاد المثلجة لذيذة بزاف ومعتمدة عندي من سنين، نتمنى تجربوها وتعجبكم. غنحتاجوا لهاد الوصفة علبة كبيرة من الحليب المركز غير المحلى أو علبتين صغيرتين، أنا عملت العلبة الكبيرة اللي فيها 410 غرام. غنحتاجو جوج علب ديال اليوغورت الطبيعي بنكهة الفاني، كل علبة فيها 100 غرام. غنحتاجو جوج علب ديال اليوغورت من السكر الخشن، أي علبة اليوغورت غنعبرو بها السكر الخشن، تقريبا ما بين 240 حتى 250 غرام من السكر الخشن أو السنيدة. غنحتاجو الفاني تقريبا معلقه صغيره ديال الفاني اولا ساشي ديال الفاني. غنحتاجو 8 الحبات حتى 12 حبه من بسكوي اوريو، وغادي نحتاجو صلصه الشوكولا اللي كنزينوا بها عاده المثلجات والمشروبات. ان شاء الله في الوصفه المقبله غادي نحضر معكم هاد صلصه الشوكولا، انا سبق لي وحضرت معكم صلصه الكراميل او صوص الكراميل، ان شاء الله في الوصفه المقبله غنحضر معكم صوص الشوكولا. اذا نبداو الوصفه على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ هاد العلبه ديال الحليب المركز غير المحلى، انا عملتها تبرد مزيان شويه في المجمد، غير بردت مزيان، وحتى البول عملتها شويه في المجمد لدقائق فقط باش يبردوا مزيان. غناخذ طراب الكهربائي وغادي نحاول نطلع هذا الحليب المركز غير المحلى حتى يولي على شكل كريمه. بسم الله. كيف كتشوفوا ملي كيكون الحليب بارد والبول بارده فالكريمه كتبدا تطلع في ساع، هي بدات كتعقد ولكن مازال خاصني نطلع هذه الكريمه. صافي الكريمه دابا طلعت كيف كتشوفوا قابطه في راسها. في هاد اللحظه غادي نزيد جوج علب ديال اليوغورت الطبيعي. وغادي نطرب هاد المزيج مع بعض. ملي تخلط لي دانون مع الحليب مزيان غادي نزيد دابا سنيده. بسم الله. اذا زدت سنيده وزدت الفاني غادي نخلطهم حتى هما نطربهم مع بعض. صافي المثلجه ديالنا وجدات، دابا غادي نحاول نزيد لها هاد الاوريو. اذا غادي ناخذ هاد البسكويت ديال الاوريو غنحاول نقطعو غير بايدي فوق من المثلجه القطع صغيره، كيعطي واحد اللذه وواحد القرمشه لهاد المثلجه، كتجي لذيذه بيه. ممكن تستغناو عليه فهو اختياري. اذا غادي نحاول نخلط هذه المثلجه مع قطع اوريو. صافي المثلجه عندنا وجدات، انا غادي نعملها دابا في العلبه. نحاول نفرغها في علبه. بسم الله. شفتوا لا تيكستور ديالها كتجي مزيانه. اذا انا غتعطيني علبه كبيره وعلبه صغيره.
هاد المثلجة كتعطي واحد الكمية مهمة. طلبات مني بنتي صغيرة نزيد واحد الحبات ديال الأوريو، هي تتحماق عليه. غنزيدو خصوصا في هاد العلبة الكبيرة. وهنا غادي نزيد صوص ديال الشوكولا. صافي غادي نخلي المثلجه هكذا، غادي نسدها وندخلها المجمد حتى تقبض في راسها مزيان، من الاحسن ليله كامله ونتلاقاو ان شاء الله. غنحاولوا نقدموا دابا الكلاص ديالنا بعد ما جمد مزيان. هذا كيكون الشكل ديالو، غنحاول نقدمه في هذا الكؤوس. بسم الله. انا كيف ما خبرتكم وجدت صوص الشوكولا اللي غادي نزين به واللي غادي نقدمه لكم ان شاء الله في الوصفه المقبله. عملته حتى في هاد القنينه، هو اصلا كيجي شبيه لهذا اللي كيتباع في هاد القنينات. هاد القنينه كتكون شويه عمليه اكثر من قنينه ديال الدجاج. بسم الله. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال مثلجة الأوريو. كنتمنى تعجبكم وصفة اليوم، إلى عجبتكم عملوا جيم الفيديو، بارطاجيوه مع الأصدقاء وتابوناو في القناة باش يوصلكم دائما الجديد. وما تنساوش تزوروني على الموقع سيت ويب جميلة-6magazine.com وجميلة-6magazine.net. أستودعكم الله وإلى وصفة قادمة بإذن الله.